لا لا لا، المجلس الوطني ماشي مؤتمر استثنائي. لا لا لا، المجلس الوطني طلبت مجلس وطني، لان احنا الامين العام كيترشح في المجلس الوطني، انتهينا منه انتهينا منه، لانه المجلس الوطني ينتخب الامين العام، ولا يمكنه ان يقيله، ولكن يمكنه ان يبت في استقالته كما قالنا مع الناس. ما هذا نقاش قانوني ما بغيتش ندخل فيه. هما طلبوا اجتماع ديال المجلس الوطني، واش استثنائي ماشي استثنائي ما تهمش. الرساله توجهت للسيد رئيس المجلس الوطني. السيد رئيس المجلس الوطني قدمت لنا تقرير، قالت اولا اعضاء المجلس الوطني اللي كيدعيو مع الناس هما 25 شخص ماشي 1700. هاد 1700 طلبات الراي ديال الامناء الجهويين، ناس مجهولين في الحزب، داروا اسماء مستعاره، هذا امر يهمهم انا ما دخلتليش، ولكن قلنا هادو اعضاء المجلس الوطني خصنا نجاوبهم من الناحيه القانونيه. اولا حنا كنتكلموا على الربع ولا الثلث اعتقد، ما قلت شحال، الربع اعتقد، اللي العدد الذي يجب ان يستوفيه هو مجرد 25 شخص من 700 شخص، اذا ما عندهاش ما عندوش النصاب القانوني العدد. ثانيا انه الرساله ما موقع حتى من شي طرف، حيت حنا شكون غنجاوبوا؟ ما عندنا عناوين، ما عندنا توقيعات، ما عندنا والو، ما عندنا اسماء، ما عندنا جهات غير باش نمشيو للجهه نسولوا على الشخص، ولا بغينا نصيفطوا له رساله، ولا بغينا نتصلوا به، ما عندناش. 1700 واحد من الاسماء مستعاره، وان ثلاثه النواب برلمانيين، واحد نائب برلماني سابق، هذا كنعرف ان كان عضو المجلس الوطني نائب برلماني سابق، وقدم استقالته من كل شيء المهام الحزبيه واش كيوقع، وان تقريبا واحد ثلاثه من الدار البيضاء قدموا استقالتهم عندي انا مصادق عليها، وجاو توقعوا حتى هما. قلنا هذا الشيء ماشي جدي، هذه غير مجرد فرقعه اعلاميه تهين اصحابها اكثر من انها مرسال موجه، بحيث حتى السيد رئيس المجلس الوطني قال هذا الشيء ماشي جدي وماشي معقول التصرفات هذه. فناقشناها، واش هي عمليه نصب بالقانون خصنا نحيلوها للمحكمه لانه كتنصب على مؤسسه قانونيه. في الاخير طائنا ارتأت السيد رئيس المجلس الوطني حفظ الملف، احنا ما ناقشناه في المكتب السياسي، لانه لابد ما ناخذ بجديه الطلبات اللي كتوصلنا، ثانيا المراسلات اللي كتوصلنا كتوصلوا بهم، احنا ما كنرفضوش نتصلوا باي مراسله، وشفنا الاسماء وشفنا الامور كلها، تبينت لنا المعطيات بانها ماشي صحيحه، وطبعا حفظ الملف الا تاكد بانه غادي يزيد ما غادي ينقص، غادي يزيد، لان الانتخابات تثير لعاب البعض، غادي يزيد، غادي يزيد الطلبات، غادي يزيد المناقشات، وإلا رشحتي فلان هنا غادي يجي فلان ويدير لك بيان ضد الحزب كله، وغادي يعتبر بان كذا، طبيعي جدا. ولكن الذين يفهمون هؤلاء ان هذه الصراعات اللي كيمارس السيد رئيس الفريق السابق راه مجرد صراعات تنقشيطيه، راه كيواجه فقط هذوك الهوائيه، ما عندها قيمه في الحقيقه، الطواحين الهوائيه ما عندها قيمه، لذلك انا ما تهمنيش اي نقد، اي مناقشه تكون الحزب انا يفرحني، صغير كن في مستوى عالي باش نستطع نتجاوب معاه ونتصارع معاه وانا مرتاح، ماشي ننزل عنده، انا ما يمكنش ننزل عند شي واحد نناقش معاه، نقش مع الأمنية التنظيمية والسياسية وحتى بعض التصرفات التي لا تليق. ولكن ماذا تريد؟ البعض يجرك إلى الأسفل، ولكن أنا سأفتح سأظل منفتحا، واللي بغى يكتب لي يكتب لي، وغادي نحل المكتب السياسي، وغادي نناقش، وغادي نحترم بالرسائل كلها. دابا الآن حنا في ورطة، بغينا نجاوبوا الناس اللي كتبوا لنا الرسالة اللي فيهم الأسماء، بغينا غير العناوين ديالهم، لأن حتى واحد ما كيمثل هذوك كيمثلوا بشكل فردي طلبات ديالهم، لان كل واحد دار الاسم ديالو مزيان، اعطونا غير العناوين باش نراسلوا كل واحد فيهم نقول لهم ها القرار ديال المجلس الوطني، ما عندنا حتى واحد، ما عندنا حتى واحد موقع واحد باش نعرفوا بانه هو المسؤول على المجلس. ما نعتمدوا على الصحافه والصور، اذا كتبت لابو درار ولا كتبت لشي واحد اخرى ويجيني واحد من ما عرفت واحد مسجل سميتو تما يقول لك اسيدي ما كتبتيش ليا مازال ما جاوبتيني، لان لا يمثل ذاك الشخص، من حيث يجيوك ناس اخرين يقولوا لك راه حنايا الاسم ديالنا غير تضاف. لذلك انا اعتقد بانه الحزب حرمته، واللي بغى يمارس الصراع يمارسها بشويه ديال الذكاء وبشويه الجراه وبشويه الوضوح وكذلك بكثير من النزاهه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.